حصة اليوم سجلت غياب المهاجم أسامة السعيدي بسبب الإصابة، فيما حضرت باقي العناصر. السعيدي أصيب أول أمس الجمعة وخضع لبعض الكشوفات الطبية، مما يستدعي غيابه عن مباراة يوم غد أمام غراشوبرز السويسري. وبخصوص الحالة الصحية للاعب أسامة السعيدي، نستمع إلى تصريح طبيب الفريق عبد الرزاق الهيفتي لميكروفون مراسلة قناة الرياضية إلى مربية. هذه أسبوع احنا في مربية، التدريب كلها دازت في واحد الجو عالي الحمد لله، المسائل دازت على أحسن ما يرام. كانوا بعد الأيام اللي كان عندنا فيها جوج حصات تدريب في النهار، والمعنوية كان عالية عند اللاعبين في هذا التربص هذا. اللي وقع هو النهار الجمعة، حتى النهار الجمعة في العشية التدريب الأخير اللي كنت عطيت لكم فيه تصريح على الحالة الصحية للاعبين، حتى ذاك النهار ما كنت عندنا حتى شي إصابة. ولكن مع الأسف البارح في الصباح اللاعب السعيدي اشتكى بواحد الالم في الكحيل ديالو، ودرنا له فحوصات وعرفنا بان عنده ان تندينوباتي ايغو، واحد الالتهاب كثير وكثير بزاف في التندون داشيل ديالو. هو الان تحت الرعايه ديالنا، كان الدواء في الصباح وفي العشيه، ما نكلوش باش يشارك في التدريب في التدريب ديال اليوم، وما غيشاركش في التدريب في في في, في, في الماتش ديال غدا اللي عندنا مع واحد الفريق من زوريخ. باقي لنا ايامات عندنا هنا في مربيه وغنغادروها نهار الخميس، نتمناو باش من الخميس نتمناو، حيت الاصابه ديالو شويه صعيبه، نتمناو باش نوجدوه للمباراة اللي غتكون في ليبروفيل.